نحن عم نتابع الحرب الكلاميه يلي بدات من اسابيع، ان كان مع تريبل اتش، مع ذا اندرتيكر، او حتى مع شون مايكلز، وبعد ما تم الاعلان انه كين رح يكون الى جانب ذا اندرتيكر بالحلبه وشون مايكلز الى جانب تريبل اتش هالاسبوع، اتش بي كيو كان بحاجه انه يوجه رساله واضحه لكين يلي هو ايضا بدوره كان بحاجه ليرد على شون مايكلز، ولكن وضع حد للحرب الكلاميه ورد عليه بطريقه اخرى. And here comes Shawn Michaels, brother, the game. Triple H is on his way to the ring. It's all popping off in Seattle. Undertaker and Triple H mixing it up here tonight. And now Kane. And Triple H goes after the big red monster. And Undertaker driven back. And Triple H fired up. And HBK back on his feet. Uh-oh. Chokeslam! Goodness. And now Undertaker with Triple H into a tombstone pile driver. شو قاعد يصير في عالم WWE؟ ما حد يولعها كثر ما يولعها اساطير من عصر الاتيتيود ايرا، كان يا مكان في قديم وحديث الزمان، اساطير يتلاطمون، يتواجهون، يحاربون في استراليا، في اندرتيكر بخانته كين، وتريبل اتش بخانته شون مايكلز، فمن منهم ممكن يخلب الكفه لصالحه ويرسم اخر صفحه من سلسله هذه المواجهات؟